جاسم وحمد شوفهم ايش زينهم، شنهم البخت مع انهم سهرانين على بلاي ستيشن من اول امس واونلاين بعد. ادري صعبه بس ليش لا، انترنت سريع وسعه ما تخلص، فايش المانع؟ عليوي عاد عليوي كان لاعب محترف وكان يتحدى ربعه اونلاين، بس الانترنت عنده يا بطيء يا مخلص، فطبعا دائما مغلوب. لغى اشتراكه وباع البلاي ستيشن وصارت هوايته يقعد ورا ربعه حق التحلطم. الله عفيه نت ما يخلص. اي نعم ما يخلص. فيفا تعطيك اكثر.